السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضيعنا في النظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذا الموضوع المعاملات المالية. المعاملات المالية، وهذه المعاملات المالية هي المعاملات اللي كتنصب على القيم المنقولة من أسهم وسندات القرض وشهادات الاستثمار، واللي كتم في إطار ما يسمى بالسوق المالية اللي عمل المشرع لعمل المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون المتعلق ببورصة القيام الصادر في 21 سبتمبر 1993، ولجعلها سوقا مفتوحة نشطة وفاعلة على مستوى تنشيط الاستثمار، اعتبارا لكونها تشكل أحد مكونات الاقتصاد الليبرالي الحديث. وكيتلاحظ أن القانون المغربي جعل ممارسة أعمال البورصة حكرا على شركات البورصة التي يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة، حيث أجاز لها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة ببورصة القيام، وكذلك أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، وأيضا أن تتولى حراسة السندات وإدارة محفظات القيم عملا بوكالة، وأن ترشد العملاء وتقوم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة. لذلك فإن تجارية هذه الأعمال بالنسبة لهذه الشركات لا تثير أي مشكل انطلاقا من أنها شركات تجارية بشكلها، وانطلاقا من أنها تتوسط في تداول القيم المنقولة مقابل عمولة، فكيدخل عملها ضمن أعمال الوكالة بالعمولة. لذلك فإن مشكل تجارية أعمال البورصة إنما يطور بالنسبة للعميل الذي يعهد لإحدى شركات البورصة ببيع أو شراء قيم منقولة، حيث إما أن يكون هذا العميل بدوره شركة تجارية فيعتبر العمل تجاريا من حيث الشكل بالنسبة إليه، أو يكون شخصا طبيعيا فيكون العمل مدنيا بالنسبة إليه لأنه من قبيل توظيف الأموال ما دام يقتصر على شراء القيم بقصد تحصيل الأرباح التي تضرها، غير أنه إذا انتقل ذلك العمل من مجرد توظيف الأموال إلى المضاربة على القيم المنقولة عن طريق الاعتياد على شرائها وإعادة بيعها من أجل تحقيق الربح، فإن العمل كيصبح تجاريا بالنسبة لصاحبه. إذا كنكون وصلنا لنهاية العرض، ولا بأس أن أعيد أهم العناصر التي تضمن هذه المعاملات المالية اللي كان هو عنوان الموضوع ديالنا في الحصة. وقلنا بأن المعاملات المالية هي المعاملات اللي كتنصب على القيم المنقولة من أسهم وسندات القرض وشهادات الاستثمار، وقلنا أنها كتتم في إطار ما يسمى بالسوق المالية والتي عمل المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون المتعلق ببورصة القيم الصادر في 21 سبتمبر 1993، وقلنا لجعلها سوقا مفتوحة نشطة وفاعلة على مستوى تنشيط الاستثمار، وأيضا اعتبارا لكونها تشكل أحد مكونات الاقتصاد الليبرالي الحديث. قلنا كذلك أنه كيتلاحظ بأن القانون المغربي يجعل ممارسة أعمال البورصة حكرا على شركات البورصة التي يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وقلنا أنه حيث أجاز لها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة ببورصة القيام، وقلنا أنها أيضا تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، وقلنا أيضا أنها كتولى حراسة السندات وإدارة محفظات القيام عملا بوكالة، وأنها كترشد العملاء وكتقوم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة. لذلك فإن تجارة هذه الأعمال بالنسبة لهذه الشركات لا تثير أي مشكل انطلاقا من أنها شركات تجارية بشكلها، وانطلاقا من أنها تتوسط في تداول القيم المنقولة مقابل عمولة، فكيدخل عملها ضمن أعمال الوكالة بالعمولة. وقلنا أيضا فإن مشكل تجارة أعمال البورصة
إنما يثور بالنسبة للعميل الذي يعهد لإحدى شركات البورصة ببيع أو شراء قيم منقولة، حيث إما أن يكون هذا العميل بدوره شركة تجارية فيعتبر العمل تجاريا من حيث الشك بالنسبة إليه، أو يكون شخصا طبيعيا فيكون العمل مدنيا بالنسبة إليه لأنه من قبيل توظيف الأموال ما دام يقتصر على شراء القيم بقصد تحصيل الأرباح التي تدرها، غير أنه إذا انتقل ذلك العمل من مجرد توظيف الأموال إلى المضاربة على القيم المنقولة عن طريق الاعتياد على شرائها وإعادة بيعها من أجل تحقيق الربح، فإن العمل كيصبح تجاريا بالنسبة لصاحبه. إذا إلى هذا الحد كنكون وصلنا لنهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد على أن نواصل مواضيعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيخزري. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.